أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وأذتني ذنوبي ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك مدرك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنها إدراكا إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاكا مساء الخير مشاهدين شاشة تلفزيون قطر وين ما كنتوا الرحب فيكم في برنامجكم اليومي رمضان والناس واللي يجيكم يوميا من السبت إلى يوم الخميس اللي طبعا أكيد نتناول فيه مواضيع عديدة ومميزة وضيوف مميزين كذلك خلوني أرحب في الزميلة زهرة مسية عليك بالخير زميلة زهرة مساء الخير أخي نايف على الجميع وبالجميع يحلو المساء طبعا دخلنا أخي نايف بالعشر الأخير والأيام ما شاء الله ركضت بسرعة جرت نعم بسرعة طبعا هذا العشر الأخير فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر والله عز وجل أنزل فيها وفي محكم تنزيله ايات عن ليله القدر اخي نايف؟ اكيد رزية. طبعا نعم نفس ما ذكرتي ايات او صورة في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله صدق العلي الله العظيم الله فمهم ان احنا يعني نستغل هذه الأيام المتبقية من هذا الشهر الفضيل في أمور كثيرة صراحة أول نقطة مهمة هي أن احنا ندرك أهمية وفضل هذه الليالي أكيد أخي نايف وطبعا يعني من أقوال السيدة عائشة وذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل العشر الأخير شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله تقويا على طاعة الله عز وجل في هذه الليالي المباركة ففيها يغفر الذنب ان شاء الله وفيها ان شاء الله يعفو الله عن عباده جميعا. نعم مثل ما ذكرتي زهره فطبعا هناك اعمال كثيره ممكن الواحد يعني يهتم فيها على سبيل المثال كثره الصلاه، كثره الدعاء، الصدقه حتى ولو كانت الصدقه قليله يعني فالفائده تكون في الدنيا قبل الاخره. في المقابل في نقطه جدا مهمه هي فريضه العلم او التعلم او التدبر في مثل هذه الليالي عندنا ايات عندنا صور او احاديث تحثنا ان احنا نتدبر نتفكر في ايات في خلق الله سبحانه وتعالى فمهم ان الواحد يعني يخلي حق نفسه ولو كان يعني ساعات بسيطه يتفكر في خلق رب العالمين طبعا في هذه الليالي العمل يعني مضاعف والأجر مضاعف والثواب مضاعف في هذه الليالي ويسان عن النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في هذه الليالي وعندما سئل النبي وسألته سيدة عائشة عن أفضل الدعاء فأجابها أن تدعو إن اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اذا يسن الدعاء الصلاه القيام الصدقه جميع الاعمال الصالحه في هذه الليله يعني تقبل علينا ان نعتكف في هذه العشر الاواخر أه العمل فيها خير من ألف شهر نعم صراحة يعني هناك أعمال كثيرة ممكن الواحد يستفيد منها أو يهتم فيها على سبيل المثال بر الوالدين فخاصة في مثل هذه الليالي مهم أن احنا يعني نبر الوالدين ونهتم فيهم كذلك في المقابل احنا عندنا قيمه جدا مهمه في ديننا الاسلامي هي اتقان العمل رب العالمين يحب انه يشوف عبده انه يتقن العمل اللي هو يمارسه سواء كانت في اي مجال في مجالات الحياه صحيح صحيح اتقان العمل هو شيء مهم جدا وايضا اخي في هذه الليله الدعاء مستجاب صحيح. فندعو لبعض وندعو لانفسنا لاولادنا لاهلنا طيب اكيد طبعا بما ان احنا تكلمنا عن اتقان العمل فخلونا احنا نشوف هذا التقرير اللي جهود وزاره الصحه في لادارتهم لتطعيمات كورونا ونرجع لكم تتواصل حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كوفيد-19 في دولة قطر على قدم وساق، حيث تستقبل المراكز المخصصة للتطعيم كل يوم الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات المرض والمؤهلين لتلقي اللقاح بهدف وقاية الناس من خطر الإصابة بالفيروس. وبلغ عدد الجرعات التي تم إعطاؤها أكثر من مليون وأربعمائة ألف جرعة بنسبة تقارب أربعة وثمانين بالمئة للذين تجاوزوا الستين عاماً وتلقوا جرعة واحدة من اللقاح على الأقل وحوالي تسعة وثلاثين بالمئة من البالغين المستوفين لمعايير الحصول على التطعيم وتلقوا جرعة واحدة في حين تلقى ما يقارب السبعين بالمئة منهم كلتا الجرعتين من اللقاح لتحصل دولة قطر على المرتبة التاسعة على مستوى العالم في نسبة الأشخاص الذين تلقوا التطعيم. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة العامة عن خفض الحد العمري للمستوفين لمعايير الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا إلى 35 عامًا فما فوق، وذلك ضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا. في سبيل السيطرة على هذه الجائحة والمساهمة في العودة التدريجية للحياة الطبيعية. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا من جديد ومشاهدينا موضوع مهم حابين نتكلم عنه أخي نايف إنه تطور العقل البشري بمجال الطب وأيضاً استكشاف وضع اللقاحات ووجود لقاحات مضاده للفيروس وللفيروسات المعديه امر احدث نقله نوعيه في حمايه الصحه وايضا مكافحه انتشار الاوبئه حول العالم. الان مشاهدينا ومواجهه العالم لجائحه فيروس كورونا كوفيد 19 توصل العلماء للقاح المضاد وذلك إن شاء الله سيساهم في مواجهة تفشي خطورة هذا الفيروس بين الناس وأيضا ذلك من منطلق الوقاية خير من العلاج طبعا أخي نايف سعيد اليوم نود أن نقدم للمشاهدين معنا اليوم الدكتورة سهى البيات رئيس قسم التطعيمات في وزارة الصحة العامة للحديث أكثر عن مستجدات الحملة مساك الله بالخير دكتورة مساك الله بالنور أحب أقول لكم بارك عليكم ما تبقى من الشهر وتقبل الله طاعتكم علينا وعليك تبارك وحياة شاء الله معنا الله. دكتورة دكتورة في البداية في تساؤل عندنا في المجتمع هذا التساؤل يقول هل في تأثير لهذه التطعيمات على الصائم؟ لا ما في أي تأثير للتطعيم على الصائم إن كان من ناحية صحية فلا لا ضرر أبدا وبإمكان الشخص الصائم أن يأخذ التطعيم جميل. وإن كان الخوف من أن يفطر فالإجابة لا فاللقاح يعطى أولا في العضل ولا يغني عن جوع او عطش ولا يدخل الى الجوف وهي هي وهذه الاشياء اللي هي مبطله للصوم جميل جميل, جميل. جدا دكتوره دكتوره يعني في شهر رمضان الناس عم تحاول تتلقح وتلجا للقاح ولكن هل عم يكون تاثيرات مضاعفه للفيروس او لقاح الفيروس خلال شهر رمضان بما انه الشخص صائم ممكن ينقصه بعض الفيتامين بعض المعادن م. تنقص مناعته في تاثيرات لا ابدا ما في اي تاثير للتطعيم على الانسان الصائم مثل مثل خارج الصيام هو مجرد ينشط جهاز المناعه لدى الانسان عشان تكوين اجسام مضاده تحمي من هذا الفيروس مم. فما في اي خطوره عليه من ناحيه الصحية وهو صايم طيب دكتوره احنا شفنا في الفتره الاخيره الحمد لله ان الاعداد في تناقص اه فيا لو تكلمين عن اخر مستجدات واجراءات اه وزاره الصحه في مم. لمواجهه هذا التفشي نعم طبعا انت صح انه في نزول في الاعداد ولكن للحين ما نقدر نقول هل احنا طلعنا من الموجه الثانيه او لا فاحنا قاعدين نراقب الوضع بشكل مستمر ما زالت الاجراءات الاحترازيه او القيود التي فرضت في الفتره الاخيره قائمه، وتم اضافه بعض الاجراءات البسيطه للقادمين من بعض الدول، واعلن عن ذلك قبل عده ايام، وذلك بسبب السلاله الجديده اللي هي السلاله الهنديه، فهو كان معلن سابقا اللي محاصل على اللقاحات الاربعه المذكوره في الاعلام معفى من الحجر الفندقي. ولا حتى الحجر المنزلي، لكن القادمين من ست دول ممكن تكون قريبه من الهند واللي فيها السلاله، تم اعاده فرض القيد الفندق الحجر الفندقي عليهم، حتى لو كانوا ماخذين التطعيم بشكل كامل، وحاليا احنا قاعدين نتابع الاوضاع، واذا وصلنا الى يقين بان فعلا احنا تجاوزنا الموجه الثانيه ونزلت الاعداد بشكل ملحوظ، نبتدي شوي شوي نرفع القيود اللي تم وضعها سابقا. <applause> دكتوره ما شاء الله جهود وزاره الصحه والتطعيمات واضحه في يعني كبح جماح هذا الفيروس والسيطره عليه في دوله قطر ولكن سؤال اين وصلنا في تطعيمات واحصائيات التطعيمات في دوله قطر نعم هو لله الحمد احنا قاعدين نشوف تجاوب من المجتمع في دوله قطر تم لغايه الحين اعطاء اكثر من مليون ونص جرعه في في الدوله وصلنا الى احنا كنا بدا اول ما ابتدينا الحمله عدة آلاف بسيطة في الأسبوع الحين تجاوزنا ال 160 ألف جرعة في الأسبوع الواحد من الأشياء المشجعة أيضا هو لما تم فتح الموقع اللقاحات بالسيارات اللي هو في الوسيل وفي الوترة لغاية الحين تجاوزنا 170 ألف جرعة في هالموقعين وهي جدا إنجاز ممتاز ونأمل أن يتم هالوتيرة من التجاوب من المجتمع عشان نغطي أكبر عدد ممكن في الفتره المرجوه اللي هو خلال الاشهر القادمه ان شاء الله دكتوره يا ريت لو تكلمين عن فئات اللي تلقت التطعيمات هو مثل ما ذكر في التقرير قبل شوي ان احنا في الفتره الاخيره نزلنا الى الفئه العمريه ال 35 مثل ما ذكرت هو احنا طعمنا مليون ونص جرعه اللي فوق ال 60 عام فوق الثمانين 80 او خلينا نقول حتى فوق ال 85% منهم خذوا على الاقل جرعه واحده مم. وفوق ال 75 خذوا الجرعتين اما بالنسبه للي فوق ال سنه وهي تشمل الجميع طبعا هني خذوا الجرعتين فوق ال 60% والجرعة والجرعة واحده فوق ال 40%. انا ذكرت هالفئتين العمريين بالذات لانه هاي وبالذات اللي فوق ال هاي الفئات اللي احنا نخاف عليهم من مضاعفات ومن مخاطر المرض. فكون هالنسبه خذت التطعيم هاي شيء مشجع لكن نقول حق الفئه التامه منهم يا ريت نتشجع وناخذ التطعيم حمايه لانفسنا من المضاعفات. جميل. دكتورة يعني سمعت دراسة يعني صححي لي معلوماتي صححي لي معلومات الدراسة أنه الأشخاص اللي أخذوا اللقاح أو الجرعة الأولى من بعض اللقاحات اه عندما أصيبوا بالفيروس بعد أول لقاح اه كانت انخفضت نسبة نقل الفيروس إلى نصف فهل اللقاح يقي من نقل الفيروس إلى الآخرين؟ إيه نعم هو هاي إحنا نقطة نبي نوضحها للجميع أن اللقاح يمكن ما يحميك أنك أنت تأخذ العدوى لكن ممكن يقلل قدرتك على نقل العدوى الى الاخرين، وهاي الجمله احنا نستهدف فيها بالذات فئه الشباب، ان نقول لهم انت لما تاخذ التطعيم يمكن تصاب، لكن قدرتك على نقل المرض لكبير السن اللي عندك في البيت، للمراه الحامل اللي يمكن متردده في اخذ التطعيم، او الاطفال اللي لغايه الحين لا يشملهم حمله التطعيم، انت بهالطريقه تقلل فرص أنه هم يصابون بالمرض، فكلامك صحيح. طيب دكتوره احنا يعني نسمع آه هذا التساؤل كثير عندنا آه الاشخاص اللي تلقوا جرعتين من اللقاح هل مهم آه بالنسبه لهم انهم يلتزمون بالاجراءات الاحترازيه مثلا لبس الكمام التباعد الاجتماعي اي نعم هو احنا من اول يوم بالحمله التطعيم ونكرر ان اخذ اللقاح لا يغني عن الالتزام بلبس الكمام والتباعد الاجتماعي واستخدام المعقمات او الغسل المستمر لليدين لان احنا اولا قلنا هو فعاليه التطعيمات وخصوصا الانواع اللي موجودة في دوله قطر تصل لغايه 94 او 95% بالماء. ما قلنا 100% بالمية. فانا لما اخذ التطعيم انا ما اعرف انا من الفئه اللي قريب ال 94 ولا انا من الفئه اللي 5% بالمية. وبالاضافه في ناس ممكن يوصل عندهم درجه من المناعه تخليهم يصابون لكن ما يقلل قدراتهم على نقل العدوى م -م. فاحنا لازم نستمر بلبس الكمام والتباعد الاجتماعي ونلتزم بهالشيء لغايه ما نوصل الى اكبر عدد اللي نامل انه يكون تقريبا 80 الى 90% من المجتمع فهو يمكن ما يمنع العدوى بس هو بيخليه وايد صعب انه من شخص لشخص تنتقل العدوى ومن ثم نرجع لحياتنا الطبيعيه صح دكتوره كما مثل ما تفضلتي انه صار في تاثير قوي للقاح على عدم نقل العدوى يعني نصف نصف ال 50% من من الاشخاص الذين تلقوا اللقاح لم ينقلوا الفيروس هذه بشائر يعني لله الحمد ما زالت هاي الدراسات في بدايتها طبعا قيد الدراسه لكن هي شيء مبشر يعني لوحظ انه فعلا في صعوبه فاحنا نتمنى انه يكون دراسات اخرى توضح لنا هالنقاط اكثر بس طبعا في ايجابيه جدا عاليه لاخذ اللقاح جميل عندي سؤال بس سؤال صغير م. بالاذن من اخي نايف يعني هوس وخوف ورعب من الفيروس المنتشر بالهند الله ينظر لهم بشفاء بالشفاء يا رب ويرفع عنهم الوباء هل هذا الفيروس او الفيروس المنتشر او تطور الفيروس بالهند واللقاحات الماخوذه او اللي نتلقاها بقطر تقينا من هذا الفيروس في حال وصوله لقطر؟ طبعا الفيروس ما زال جديد بس حسب شركات اللقاحات المصنعه للقاحات ان اجروا بعض التجارب لغايه الحين الدراسات مبشره يمكن ما تقي منا بنفس النسبه العاليه يعني خلينا نقول احنا قاعدين نتكلم مثلا عن شركه فايزر وباينتك وموديرنا هم اعلى شركتين في كل شركات التطعيم من ناحيه نسبه الفعاليه اللي هي توصل تقريبا 95% جميل. اصدرت الشركات هذه ان في لها فعاليه على السلالات الجديدة الموجودة سواء اللي كانت في بريطانيا أو أفريقيا الجنوبية أو حتى اللي في الهند بس يمكن شوية النسبة تكون أقل أقل من التسعينات يعني يمكن توصل للسبعينات ستينات بس معناها اللحم في درجة جيدة جدا من الوقاية أو من تخفيف آثار هالفيروسات م. طيب الدكتورة يعني كوزارة صحة كيف احنا نقدر نوعي المجتمع لأهمية اللقاح وأخذ م. اللقاح والله احنا اول شيء نقوله حق الناس لا نشت... نستمع الى الاشاعات لا نستمع للمسجات اللي تدور عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي خذوا المعلومات من الاخصائيين والمختصين اللي انتم دائما تثقون فيهم اصلا واحب اقول لهم ان على سبيل المثال من بدايه السنه لغايه الحين تقريبا فوق ال1700 شخص دخلوا العنايه القصوى بسبب بسبب كوفيد 19 1% فقط منهم اللي كانوا ماخذين التطعيم يعني واحد بالمية بس اللي ما تكون عنده مناعة كافية أو أجسام مضادة كافية وقته من يعني حمته من إنه يدخل العناية فهو في ناس دائما تقول أنا شو استفيد إذا أنا أخذت التطعيم وأصبت الرد أولا قدرتك على نقل الفيروس مثل ما ذكرنا سابقا للآخرين راح تقل الشيء الثاني حتى لو أصبت درجه المرض عندك راح تكون اخف صحيح. يمكن تقيك من دخول صحيح. المستشفى من دخول العنايه او لا سمح الله بعيد الشر عن الجميع الوفاء ففي فائده من التطعيم فياريت نتشجع واذا ما كان حمايه لشخصي فاللي حولي يمكن في ناس عندهم حساسيه من احد مكونات التطعيم وما يقدر ياخذه لما احمي نفسي انا بطريقه غير مباشره حميته او مثل ما ذكرنا اذا انا شاب وبقوه بصحتي احمي امي ولا ابوي كبار السن او زوجتي المراه الحامل فيا ريت ان احنا ما نفكر بس في حمايه نفسنا اكيد واحبائنا اللي حولنا اكيد من باب الحب والايثار ومحبه الاخرين اكيد يجب ان يعني نهتم بالاخرين طبعا. اذا كان الشخص صحته جيده ممكن يكون كبير سن او شخص مناعته ضعيفه ننقل له الفيروس طبعا. ويتضرر دكتوره حابه اسالك عن رؤيه وزاره الصحه بالتطعيمات هل وصلت للحد يعني لعدد الاشخاص الـ الـ الهدف تطعيمهم هل وصلنا او قاربنا على الوصول لا معلش دكتوره ما اقطع كلامك اللي بالخير وهل شفتوا في تجاوب من المجتمع ومن الناس لي يعني حضورهم للتطعيم, للتطعيم؟ صحيح. هو في تجاوب ولله الحمد, الحمد لله. ونسبه التردد عندنا في دوله قطر هي بسيطه جدا طبعا ما نقدر نقول ما في تردد اكيد في تردد بس نسبه ضئيله وفي تجاوب جدا ممتاز بس احنا عشان نوصل الى درجه من الحمايه في دوله قطر اللي نقدر نقول بنبتدي نرجع لحياتنا الطبيعيه لازم على الاقل 80 الى 90% من المجتمع ياخذون الجرعتين وانا ذكرت سابقا هو تقريبا 44% خذوا لغايه الحين جرعه واحده طبعا تقريبا قريب ال25% خذوا جرعتين فاحنا نحتاج ان نرفع هالنسبه ومع التجاوب اللي احنا قاعدين نشوفه ان شاء الله في وقت اقرب من حتى اللي احنا كنا حاطين لك جدوله نوصل لهالشيء ونشجع الناس على اخذ التطعيم ان شاء, شاء الله تمنياتنا ان, شاء, إن شاء, شاء الله للوصول شاء لتطعيم دوله قطر جميعا والعالم شاء والخلاص من هذا الفيروس سؤال يرد دائما المشاهدين حول المراه الحامل هل تستطيع المراه الحامل اخذ اللقاح وهل هو امن في خلال اشهر الحمل إيه نعم هو طبعا بدايه ما ابتدت التطعيمات في الوصول كان في شويه علامه استفهام لان ما في ولا شركه ادرجت المراه الحامل في التجارب السريريه لكن منذ فتره اعلنت احدى الشركات وهي احدى الشركات الموجوده في دوله قطر عن ادراج فوق الأربع آلاف امراه حامل في المراحل السريريه وفي جسبه كبيره منهم وصلوا لمرحله الولاده وأهما والجنين بصحه وعافيه وفي بعض الدراسات في بعض الدول اجروا على فحص دم في الحبل السري للطفل واكتشفوا أن في اجسام مضاده فيعني في بطريقه غير مباشره انحمى الطفل حديث الولاده. فاحنا نقول حق المراه الحامل هاي في... هاي النوع التطعيم لا يوجد فيه فيروس حي وهو هاي النوع من التطعيمات اللي احنا نمنع المراه الحامل انها تاخذه فهو مجرد تركيبات مثل جزيء من ال... اللي هو من البروتين الفيروس فمن ناحيه علميه تقدر تاخذه واحنا دائما نقول اذا كانت المراه الحامل معرضه الى العدوى بشكل كبير مثلا ممكن تكون من الصفوف الاماميه او زوجها من الصفوف الاماميه فخطوره المرض على المراه الحامل اكبر بكثير من لا سمح الله بعض مضاعفات <applause> التطعيم، فطبعا احنا نقول للمراه الحامل تاخذ التطعيم وتحمي نفسها من مضاعفات المرض، اللي عندها تردد وهي بصحه وعافيه واللي تقول انا فرص ان انا انعدي قليله جدا، انا قاعده في البيت، زوجي ما يشتغل في الصفوف الاماميه، انا غير عامله، فاذا وانا ملتزمه بجميع الاحترازات بامكانها الانتظار فنقيم الحالات حاله بحاله طيب اي شهر يعني باي شهر عفوا اخي نايف باي شهر ممكن تاخذ اللقاح باي مرحله من مراحل العمر ما في اي سبب يمنع المراه الحامل انها تاخذ التطعيم في اي مرحله من مم. مراحل حتى بالاشهر الأولى. حتى بالاشهر الاولى في طبعا بعض الحريم نقول لهم لما تكون وايد خايفه نقول لها زين اجلي لبعد الثالث منعا لرب لانه معروف المراه الحامل عاده اذا بتصيدها اي مضاعفات او لا سمح الله فقد للحمل عاده في الاشهر الاولى فما نحب ان هي تربط بين موضوع اللقاح ولو لا سمح الله اي مضاعفات صارت بس علميا تقدر تاخذ باي مرحله من مراحل الحمل طيب دكتوره يعني سؤال اخير نصائح تشجيعيه تحبين توجهينها للمجتمع للحصول على التطعيمات نعم احب انصحهم ان مثل ما ذكرنا في بدايه اللقاء التطعيم لا يفسد الصيام ولا يبطل الصيام ولا في داعي أن نحن نأخر مواعيدنا فمهم جدا أن إحنا نلتزم بمواعيدنا في شهر رمضان وأن إحنا إذا كان موعدنا لا نأجل نقول ما بعد الفطور أو لما بعد ما يخلص شهر رمضان الفضيل ناخذه في موعده عشان نستفيد الاستفادة القصوى من هذا اللقاح ونلتزم بالإجراءات الاحترازية لا ننسى أن هاي مكملة إذا إحنا التزمنا بالتطعيم والإجراءات الاحترازية وإذا سمحتوا لي بس أذكر شعار منظمة الصحة العالمية للأسبوع العالمي للقاحات اللي هو هالأسبوع اللي فات صحيح وهو اللقاحات تجمعنا معا أو تقربنا معا إن شاء الله بس سؤال أخير أخير <applause> عم يسألوا عن موضوع المرضعات في <applause> تعطي تأخذ اللقاح تقدر تأخذها مثلها <applause> مثل المرأة الحامل ولا توجد أي خطورة وتم فحص حليب المرأة المرضعة ولم يوجد فيه أي شيء من تركيبات التطعيم من ثم لا يصل الى الطفل الرضيع جميل. طيب دكتوره سهى البيات رئيسه قسم التطعيمات في وزاره الصحه على حضورك ووجودك معنا ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في جميع المشاريع كذلك مشاهدينا الكرام نشكر وزاره الصحه على هذه المجهودات لمواجهه تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع لكم <applause> رجعنا لكم مشاهدينا وفقره المطبخ ومن المطبخ انتقلنا اليوم طبقنا من المطبخ الهندي ومن الثقافه الهنديه بتر تشيكن او تشيكن بالزبده مقاديرنا بسيطه وموجوده ولكن هو طبق جدا محبب اخبارك نايف مع الاكل الهندي أه يعني من الاساسيات صار عندنا خلاص اي نعم يعني من الاكلات الهند. المهمه صراحه يعني صح. الواحد ما يقدر يستغني عنه اكيد طبعا مشاهدينا يعني المطبخ الهندي غني بالبهارات والطوابل وايضا بحبوا اي منكهات وأي أشياء السبايسي الاشياء الحاره فنحن اذا بتحبوا نبلش مع بعض بالمقادير طبقنا بيعتمد بشكل رئيسي على الدجاج مكعبات الدجاج 500 جرام وايضا معنا زبده كريمه الطبخ بصل طماطم معنا ايضا زيت زيتون للتزين نحن نستخدم البقدونس واساسي بهي الطبخه وجود مكسرات الكاجو ثوم ومعجون الطماطم هو يعني اضافي ممكن تستخدموه او ما تستخدموه عندنا اللبن او يعني زبادي، بالنسبه للبهارات والتوابل حنستخدم ملح، فلفل، زنجبيل، بهارات او التشيلي سبايسي وايضا موجود عندنا اهم عنصر هو الخل حينضاف لإلها وايضا مساله باودر هو العنصر الاساسي البهارات الاساسيه بالمطبخ الهندي مثلا زهر عندي سؤال بما ان احنا تكلمنا في بدايه الحلقه عن اتقان العمل من وجهه نظرك يعني ممكن متى ممكن الواحد او الشخص يتقن الاكله هل ممكن من اول مره ولا موضوع يحتاج الى خلينا نقول تدريب او تكرار صراحة آه انا صراحه بحتاج عده مرات ممكن تحترق اول شيء طبخه ممكن اول شي نزود ملح لحتى نقدر نتقن الطبخه، جميل. ولكن يعني بصراحه صار مشاهدينا هلا على اليوتيوب والناس يعني اختصاصيين بهذا المجال، صار فينا نقدر نشوف فيديوهات ونشوف مقادير معينه، نلتزم بالمقادير ونحصل على النتيجه جميل. ان شاء الله. جميل. طيب مشاهدينا خلونا إحنا نبدا بالبدايه بتتبيل الدجاج، اول شي نحن حنضيف له بعض الاشياء لحتى نتبل الدجاج، حنضيف شويه ليمون وايضا والمكونات ممكن الواحد يعني يغير فيهم وياخذ راحته في المكونات اكيد هلا انا حابه بالبدايه بس خلينا نتبدلهم بوعاء بي... منفصل شويه لبن هي هي اختياري في ناس ما بيحطوا لبن الزبادي اخي نايف هنحط شويه ثوم ونضيف بعض الملح ومثل ما حكينا الفلفل ال السبايسي بهارات المسالة وأيضا بعد الزنجبيل مشاهدينا هنضيف ونخلطهم مع بعض وبعدين نتبل فيهم الدجاج نضيفهم على الدجاج لحتى يكون فينا نضيف كمان شوية عصير الليمون وبتكون التتبيله جاهزه مشاهدينا على الدجاج ونترك التتبيله حوالي فينا نتركها 15 او 20 دقيقه بس نحن ما معنا كتير وقت. هنتبرون. مش كثير وقت حنتبلون وش كثر ياخذ وقت معنا زهره شوف هلا انا في اشخاص ما بيتبلوا يعني خلص بيتبلوا بنزلوا وقت غير على المقلاية اذا حابب انت يتشرب الصوص ما نتركه 20 دقيقه وبعدين نبلش طبخ هلا اليوم نحنا ما حنخليكم تنطروا عشرين دقيقة اكيد حنبلش دغري بعد ما تبلنا الدجاج ننزله على المقلاية فينا نضيف مشاهدينا في ناس بيحبوا يضيفوا زيت الزيتون في ناس بيميلوا للزيت ال... اي انواع الزيت هنحط شوية زيت زيتون ونضيف قطعة صغيرة من الزبدة ونبلش نقلي الدجاج مثل طبعا هذا اختياري بالنسبه لانواع الزيت ولكن الزبده هي اساس هي الطبخه اكيد حنزل الدجاج ونخليه يتقلى مع بعض خلينا نرفع درجه الحراره طبعا نحن حتى يعني نكسب الوقت مشاهدينا نحن حنبلش كمان نقلي عاد بالمقلاية الثانية نبلش نعمل الصلصة للطبق الموجود معنا حنبلش بالبداية مشاهدينا نضيف زيت الزيتون ثواني طبعا مشاهدينا مطبخ الهندي غني مثل ما قلنا بالبهارات وتعداد اهل الهند زي ما شاء الله وصل فوق البليون حاليا يعني موجود باكبر قاره من القارات اللي هي اسيا وتعداد السكان كثير كبير وشعب شغول شعب شغول شعب لطيف حنضيف نحن بلشنا نحط زيت الزيتون وحنضيف قطعه من الزبده وبعدها حنبلش نحنا نقلي البصل بس نخلينا يحمى شوي الزيت أه مع أنت الأشياء الحارة نايف ولا بعيد عنها؟ أه والله أنا مع يعني ما عندي مشكلة لكن ما أحب أني أكثر منهم شوي لكن أه بالعكس يعني أحياناً في بعض الأكلات ما تحلى إلا إذا كان يعني بتضيف لها نكهات مميزة نعم. صح؟ نعم. أنا بعيدة عن الأشياء السبايسي ما بقدر أتحملها، اللي عنده مشاكل بالمعدة بيتعذب فيها، ففينا نضيف مشاهدين إذا كان كنتوا من الناس اللي عندكم مشاكل بالمعدة بدل ما نحط يعني تشيلي تكون سبايسي نحطها سويت، بتكون إنه هي الفليفة بتكون حلوة بدل ما تكون حارة، بالنسبة للمسالة يعني باودر الناس فكروه شوي سبايسية ما سبايسي، لما تتبل مع الجاج وهيك بتبطل تكون سبايسي، ففينا نضيف مسالة طيب حنترك الدجاج يتقلق ويتجهز وبالنسبه للوعاء الثاني اللي بلشنا نحن نحمي فيه الزيت وايضا الزبده حنبلش ننزل البصل بعد البصل حننزل الثوم وبعدها الطماطم وبعدين الكاجو نحن تقريبا المراحل كتير سهله هي تقلايه شويه تتبيل شويه دجاج نقليه وبعدين نعمل الصوص على جنب طبعا الاكلات كثير المحببه صرنا كلياتنا نرغب فيها نعم صحيح الجميل هو التنوع الثقافي تنوع الثقافات بالاكل كمان صحيح صحيح مهم طيب نحن حنترك البصل يتقلى شو عم يكون فطورك نايف على الفطور شو عم تاكل؟ والله شوفي انا يعني الفطور عندي يتكون من ثلاثه انواع من الاكلات، مم. دائما طبعا اكيد اهتم اني انا اخذ لي تمر وروب وبعدها انتقل لاخذ سلطه شوي، مم. بعدين الوجبه الرئيسيه يعني، الوجبه الرئيسيه يعني ما في وجبه محدده لكن يعتمد على حسب اول شيء المتوفر ويوم عن يوم طبعا يختلف, يختلف. الوجبه الرئيسيه أنا و... شلونك مع الحلويات برمضان؟ ولا أه ماسك نفسك؟ لا شوفي اكل يعني يكون عندي اهتم ان انا يكون عندي سويت لكن اهتم في الكميه صراحه يعني مم مهم عندي ان ما ما اكثر في المقابل مهم عندي اني انا ما امنع نفسي من الاشياء اللي انا مثلا احب اني انا اكلها يعني. مهم. فمهم ان الواحد يهتم توازن اكيد توازن مهم نعم يعني. ومارس الرياضه كمان بعد الافطار حتى لو خبصناها يوم الحين يعني ممارسه الرياضه الواحد ممكن يمارس طبعا قبل الفطور او بعد الفطور طبعا يعتمد على حسب وقت الشخص والوقت صح. اللي يفضله طبعا ويعتمد من شخص الى شخص يعني طبعا طيب مشاهدينا نحن نزلنا البصل حنزل شويه ثوم معه نقليه وبعد ما نزل الثوم حنزل الطماطم وبعدها الكاشو طيب نحن بما انه عم نحكي عن الاكل الصحي عم نحكي عن الاشياء العادات الرمضانيه اللي ممكن نعملها فينا نحضر مع بعض ونشوف مع بعض تقرير من اعداد الزميله فرح ونشوف اهم العادات بشهر رمضان المبارك خلونا نتابع التقرير ونرجع لطبختنا يصادف شهر رمضان المبارك هذا العام فيما اغلب المراحل التعليميه في حاله دراسه وهو ما يستوجب على الطالب ايجاد التوازن بين الدراسه من جهه والعباده من جهه ثانيه وهو امر قد يبدو صعبا لكن باتباع بعض النصائح الاساسيه تصبح الامور ممكنه فمن المهم تشجيع الطالب على أداء الصلوات في أوقاتها والمذاكرة بعد صلاة الفجر وبعد الإفطار بساعتين، ومن المهم أيضًا مذاكرة المواد الصعبة والتي تتطلب مجهودًا في الصباح الباكر، ويجب تحديد وقت يوميًا لقراءة القرآن والابتعاد عن السهر نهائيًا ووضع جدول مواعيد يومي للدروس والنشاطات والالتزام به ويجب على الطالب ايضا اخذ قسط كاف من الراحه خلال النهار وتناول الاطعمه الصحيه التي تمد الجسم بالطاقه والحيويه الالتزام بالصيام والحفاظ على الواجبات المدرسيه والحياه الطبيعيه امر ممكن للطلاب لكنّ ذلك يتطلّب جدول أعمال يلتزم به الطالب لينهي الشهر الفضيلة دون أي تقصير. طيب مشاهدينا نحن بلشنا الطبخه وبلشنا ببعض المراحل اول شيء بنشكر الزميله فرح على هذا التقرير المميز عن عادات شهر رمضان شكرا كثير لكل الزملاء اللي عم يقدمونا هي التقارير المميزه ونرجع نحن لطبختنا يلي نحن وصلنا بعد ما اضفنا البصل الثوم الطماطم وايضا الكاجو حنبلش نضيف شويه التوابل شويه ملح مشاهدينا فلفل حار و المسالة أكيد هو أساس الطبخة شوية سكر وخل فينا نستخدم مشاهدينا أي نوع من أنواع الخل وبالإضافة لهذا الشيء حنضيف شوية مي وصوص الطماطم يعطيكم العافية صراحة على المجهود اللي تبذلونه خلال شهر رمضان زهر الله يخليك يا نايف الفكرة أنه الواحد بيكون صايم واقف بالمطبخ عم يشم الطبخ والله يعينكم انتم علينا كمان. طيب نحن حنترك هلا الطبق او خلي نترك الوعاء عم يتعقد مع بعضه يتماسك مع بعضه ونرجع نشوف شو صار معنا. طيب نعم مشاهدينا الكرام يعاني الكثير من الطلاب من عدم قدرتهم على اداره الوقت خاصه في شهر رمضان حيث لا يتمكن الطلاب من تنظيم وقت المذاكره نظرا للصيام لذلك دائما ما يبحث الطلاب عن افضل الطرق للمذاكره وللحديث اكثر حول هذا الموضوع يسعدنا استضافه الاستاذه سميه المطوع مستشاره مستشاره تدريب وتطوير حياك الله معنا استاذه سميه الله يحييك يا مرحبا خلينا. استاذه سميه يا ريت لو تكلمينا في البدايه كيف احنا ممكن نستغل شهر رمضان انه يكون عامل محفز ودافع خاصه للطلاب للمذاكره أولا احييكم في الأستوديو الجميل مليء بالطبخة الجميلة وأبارك لكم المتبقي من شهر رمضان الله, الله يعيد علينا إن شاء الله ويتقبل عملنا فيه. تتكلم أخوي نايف عن نقطة جدا مهمة وهي مقبل عليها الطلاب بعد رمضان هي فترة الامتحانات ايه؟ فهم الحين منوط بهم أنهم يدرسون يذاكرون ويحصلون عشان خلاص وصلنا حق خط النهاية نهاية العام الدراسي. طيب أنا في فترة رمضان كيف أنسق لأبنائي اللي يحتاجون اني اساعدهم في التنسيق يغتنمون هذه الفرص او بالنسبه حق الطلاب الكبار الجامعيين او الثانويه اللي هم معتمدين على انفسهم كيف يستغل هذه الفرصه؟ رمضان كلنا نعرف انه فرصه. سبحان الله العمل فيه اجره مضاعف. صحيح فطالب العلم لابد ان يعرف في البدايه ان بذله في علمه له اجر. عندما اعلم ان انا وقفتي مثل زهره الحين في المطبخ لها اجر في عيالي وأجدد نواياي أن كل أعمالي مرتبطة بأجور إذا أحسنها أحسن تقديمها أدائها وأستقبلها لأن أي شيء يعطيني أجر يعطيني فائدة إذا أنا أخلص فيه هذه أول نقطة مع نفسي أنا كطالب اليوم مع نفسي أقرر أن أغتنم رمضان لأن رمضان جنة عندما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام رمضان جنة الجنة هي السلاح عندما املك سلاح جميل مثل رمضان يجعلني اغتنم الفرص يجعل اجوري مضاعفه، اذا اعمل بطريقه افضل جميل المفروض. جميل لا اقول يعني عاده الناس شو يقولون؟ في ناس في مجموعه تقول لك لا تعب واحنا ما ناكل واحنا ما نشرب احنا انت كيف ترى الكاس؟ ترى نصفه الممتلئ ام ترى نصفه الفارغ؟ اليوم انا عندي رمضان فرصه جميله جدا لتنظيم نومي وطعامي وادائي ودراستي، فانا ادعو الجميع في البدايه لتجديد نواياهم للتعامل مع رمضان بطريقه جميل. اخرى. جميل طيب استاذه سميه يعني في عندنا بعض الطلاب م. او الطلبه وبعض اولياء الامور يتخوفون من عدم التركيز خلال الشهر الفضيل. صحيح فمن خلال وجهه نظرك ايش هي الاوقات المناسبه <applause> للمذاكره؟ أه. نايف احنا السنه كلها تمر بطريقه معينه لها رتم معين مع رمضان سبحان الله تختلف الوجبات لان تصير فطور وسحور وتختلف الاوقات لان سبحان الله ترتبط باوقات الاكل انزين انا اليوم شو اسوي عشان اكون ذكي في الاستغلال لهذه الاوقات اذا انظم غذائي جميل انظم نومي لا يعني لا يعني المشتتات ابتعد عنها شوي لان تدري المشتتات اليوم التلفزيون والمسلسلات وسائل التواصل الاجتماعي ونظم ما اريد ان افعله طعامي جدا في ناس شو يسوون بعض الطلاب عفوا يعني منكم ينام طول اليوم حتى يجي وقت المغرب ما يقيمونه او ما يقوم ويأجل وجبته الى مثلا ما بعد العشاء لا اليوم انا لما التزم في وجبه فطور جيده طعامي متزن ابعد عن الجنك فود اكل اكل جيد يساعدني على التركيز عقب وجبه الافطار اصلي صلاتي وابتدا بعد التراويح عندي فتره جميله الى مثلا ما قبل السحور اقدر ادرس ما بقول لك ادرس مثلا خمسة ساعات وقطع حتى نظام الدراسه متقطع بحيث اني اخذ كانها وجبات صغيره اريح نفسي فيها ومارس شويه رياضه مراعاه الجسد مع العقل جميل. والروح جميل. يجعلني اؤدي اداء افضل جميل. اما مثلا الانكباب على الدراسه دون مثلا ترك مسافات للراحه يجعلني اتعب مثلا عدم اهتمام بغذائي يصدع بي تقليل مثلا من كميات الماء ضروري جدا تعويض تدري سبحان الله 16 ساعة من الصيام تجعل أجسادنا أقل في يعني في الماء الداخل لها فالمفروض إني أستغل فترة الفطور في إني أشرب مثلا كميات من الماء منتظمة كله يؤثر في الصحة غذائنا يؤثر في صحتنا العقلية والجسدية والروحية فإذا دعوة للجميع للانتظام الاتزان لا تجعل امورك مخربطه تجعل النوم هو سائد دون مثلا استيقاظ خربطه الاوقات بين نوم وغذاء يجعل حياتي مخربطه ويقلل انتاجيتي اكيد 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 استاذه سميه نورتينا اليوم حبيك. نحن اعذرينا مع الطبخ بس نحن حابين نعمل استوديو مثل البيت انت الله شرفتينا ببيتنا ونورتينا اقول لك الريحه بخرتني ما شاء الله <applause> حياك اليوم فطورك <اختورك> معنا <applause> الله يرضى عليك <applause> يا ربي استاذه سميه يعني حاليا عم يعاني الطلاب من التوتر ويعني أزمة كورونا وجائحة كورونا <applause> أثرت بطريقة أو أخرى مشاهدينا وأستاذة سمية على نفسية الطالب نعم. ما عم يقدر يكون تركيزه عالي مثل الأول كيف ممكن نحن نمتص خوفه نحاول نطمن, نطمن الطلاب نساعدهم نعم اليوم دور الوالدين صراحة في بث طمأنينة والتشجيع أنت بتنجز بالعكس يا حياتي زهره العيال في البيت تحت رعايه امهم وابوهم صارت سبحان الله الاسر اكثر ترابطا انا صراحه اذا تسمحيني لي اقول لك صارت المتابعه في البيوت اعلى الوالدين في البيت ما يطلعون والعيال معاهم صحيح. المفروض نعم. إن إحنا بتطبيق الاحترازات والجلوس في بيوتنا نكون في كوميونتي أكثر ترابط في مجتمع أكثر ترابط الأم تتابع والأب يتابع ولكن التشجيع عدم التخويف تشجيع والتطمين نعم والتقليل من القلق السنة بتمر ما شاء الله وصلنا حق نهايتها صحيح. اليوم أنت قاعد تركض طول السنة لما تيحق حق الحصاد أنجز بطريقة جميلة أدعو الآباء والأمهات لتقليل القلق في البيت. طمنوا عيالكم ووفروا لهم بيئه مناسبه كالبيئه المدرسيه يعني لا تحط الطفل يدرس والتلفزيون شغال ولا آيباد في يده والتلفون انت في يدك كأم انت تتابعين تلفونك ولا تتابعين ابنك هي نص ساعه هي طب. ساعه من تهيئ الوقت هي الجو المناسب نعم شوفي اذا حطينا خطه ونفذناها بطريقه صحيحه بعيدا عن المشتتات من اكثر الاشياء يا زهره اللي تخرب الاداء هي المشتتات يعني انا قاعده ادرس وكتابي في حضني والتلفزيون شغال واخواني يلعبون وامي على الجوال وايباد يمي كيف ادرس ما يدرس اليوم تقليل المشتتات والتشجيع والبعد عن القلق يؤدي الى نتائج رائعه رائعه طبعا نعم. طبعا وفر طاوله الدراسه جيده وفر مكان اضاءته حلوه قول له معلي انت ادرس نص ساعه والله بعد النص ساعه بعطيك عشر دقائق تلعب <متصفيق> أو عشر دقائق تمارس أي بلا قهوة يحبها أي بلا أكلة يحبها يعني أشجع من كل الجوانب أهتم في وعقله وقلبه لكي يؤدي بطريقة جيدة جميل في عندي كمان جانب حابة أسألك عنه يعني نعم. أنا أوقات عم عاني بين فكرة بنتي بتقلي صلي تراويح ولا أدرس أه العباده او يعني الدراسه التراويح ليست مرتبطه بالطول اختي زهره يعني اذا قرات في في ركعه التراويح ايه هي مثل ما قرات عشر ايات والنيه موجوده انت سعديها في ان مثلا ولما انضغط انا السميه مثلا في الايام العاديه ممكن اقرا مثلا ثلاث اربع اجزاء في التراويح في الايام اللي اكون مضغوطه فيها اقرا ايتين واسلم ويكون انا ربحت ممكن تصلي مثلا اربع ركعات تراويح ثم تدرس نص ساعه ثم تكمل اربع الدين يسر سبحان الله طبعا كل الامور في يدنا انت ساعديها في التخطيط والتنفيذ يعني نمشي بتص... على مبدا على ادومها وان قل نعم الاعمال أدومها يعني وأنقل. عشان ما تفقد شيء ولا تس... ولا تستشعر ان الدراسه بعدتني عن العباده اليوم انا مش مو بشرط اني اصلي باربع اجزاء اصلي بسوره صحيح. ولو كانت من قصار السوار صح صحيح. فتحس البنت انها هي انجزت حتى لو قلتي لها مثلا من باب التنظيم صلي يا امي ركعتين ركعتين ثم ادرسي نص ساعه مثلا في كمراجعه م -م -م. عرفتي المراجعه ما من دراسه ثم تكمل ركعتين ركعتين وما شاء الله غنمت امور التراويح والدنيا والدين وغنمت شهر. امور العباده وعلى فكره لازم نربط يا اختي زهره ويا اخوي نايف ان الدراسه عباده صحيح انت اليوم في طلب رمضان العلم فريضه نعم. انت اليوم طالب العلم عندما اسم عليكم اذا مات وهو في طلب العلم شهيد أو شهيد اكيد هذه هذه القيمه مفقوده عند ابنائنا للاسف انا صح. اليوم اركز على انك انت اغرس في ابنك كل ما تفعله في رمضان من دراسه هو يصب في العبادة بإذن الله. صحيح. طيب صحيح. أستاذة سمية الحديث معك شيق للأمانة. ومن خلال حديثك ذكرتي مجموعة نقاط مهمة. ومن أهم هالنقاط هي مهم إن ولي الأمر أو حتى الطالب يعرف شلون إنه هو يقدم الأهم على المهم. نعم. فكيف الواحد ممكن يعني يعرف إن هذا العمل أو هذه الدراسة وهذه المذاكرة مثلا أهميته أكبر من امور مثلا ممارسه الرياضه او مثلا آه انه يمسك التليفون فكيف يقدر؟ اخوي نايف بقول لك كل شيء اذا حطيت له اولويات حطيت ورقه وقلم انت الحين انا وانت لو حطينا ورقه وقلم قلت لك نايف شنو اولوياتك اليوم؟ شو بتقول لي؟ تقديم برنامجك صح؟ صحيح. ثم ياتي ايش؟ عندك شيء ثاني شي. نعم. نعم. اذا كتبت بتعرف تقسم اولوياتك. اليوم انا في فتره امتحانات اذا اولى اولوياتي دراستي، ولكن هل اهمل الجانب الرياضي؟ لا. هل اهمل الجانب الغذاء؟ لا. طبعا. كل شيء في حياتنا يحتاج اتزان. جميل. انا ادعوكم للاتزان، وديننا دين وسطيه صحيح. واتزان سبحان الله، لبدنك حق، لعقلك حق، لروحك حق. أعطي كل بحق حق حقه عقا. أكيد إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد تغنم تغنم بهذه مش الطريقه اكيد استاذه سميه يعني انت معنا ومعتبرينك من اهل البيت الله عليك بس انا حقول للمشاهدين واقول لك وين وصلنا بالطبخه بعد ما تشابك يعني الخليط مع بعض نعم. بعد هاي المرحله نحن محتاجين نضربه بالخلاط الله انا لتخفيف يعني الوقت واختصار الوقت ضار خلص مشاهدينا بالخلاط طبعا انتي سوين برياني زهرة؟ لا ساوي بطر شكن الله الله احلى <applause> بس ريحة التوابل طالعة طبعا حنضيف الخص والله ان شاء الله جبتي. يا اهلا وسهلا حياكي معانا واحدة من ألف الطبخات البطر تشيكن صراحة طيب بايكم هلا مره بطبخ لكم زهره تراني زينه طبخها يعني بغض النظر عن التدريب بتنورينا والله الله يخليك يا رب طب نحن بعد ما ضفناها للدجاج الخليط بعد ما ضربناه بالخلاط وحطيناه على الخليط حنضيف هلا ال كريمة الطبخ مهم. نضيف شوية كريمة الطبخ وبالإضافة لهيك حتى تاخد اسمها اللي هي بطر تشيكن حناخد قطعة زبدة نضيفها على الطبق طيب أستاذة سمية أنت برمضان كيف عم تكون يعني تنظيمك بين العائلة وبين العمل وكيف عم يكون يعني تقدري كمان تدرسي أطفالك يعني عندك عمل أكيد وعندك تدريس الأولاد ورمضان ومسؤوليات وكيف صحيح. عم يكون نهارك؟ طبعا انا الحمد لله من فضل الله اداوم اونلاين مع تخفيض الدوامات فدوامي اونلاين في البيت عن طريق التيمز والايميلات تدري الحمد لله متوفره كل وسائل التكنولوجيا فالحمد لله من فضل الله هذه يعني يضمن لي بقائي في البيت مع الاولاد واشرف على البيت المطبخ اشرف على المنيو اللي يقدم يوميا ممكن اشارك في طبخه طبختين مشكله بس مو دائما يعني. بدك تذوقينها شي يوم تقطع طبخاتك ان شاء الله الله من عيوني حاضر. التوازن. احاول ان احدث توازن في حياتي منذ ان ابدا صباحا الى ان نصل الى وقت السحور اني اعطي البيت حقه، اعطي مثلا عملي حقه طبعا في انجاز مثل ما قال اخوي نايف الاولويات. اليوم مم. كان اولى اولوياتي انتم وبرنامجكم يوم السبت. فكنت قايمه من صباح الله خير صراحه صدني قلق ما حتى من عقب الفجر <applause> آه وكنت متشوق اني اكون معاكم آه وبعدين نظمت المنيو اللي اليوم بنطبخ طبعا ما نصرف الطعام صراحه بعد هالتجارب اللي عشناها ان الواحد يسوي الاكلات اللي ياكلها بالضبط يعني الشوربه الثريد احنا تدري المطبخ القطري طبعا رازم. اكيد الثريد والهريس هاي شيء اساسي الشوربه وسلطه والله الحمد والمنة أه الأولاد الحمد لله من فضل الله ماشيين عندنا يعني صغار يمشون في دراستهم الحمد, الحمد لله, لله مترتبة مثل ما تفضلتي أهم شيء التنظيم أهم شيء تنظيم الوقت و... والبعد عن مشتتات زهرة سبحان الله شوفي الكورونا قللت الزيارات فما عندش كل يوم فطور وكل يوم مثل الأول كان مثلا وجو حفلات الفطور والسحور سبحان الله الحين قليل جدا يعني صحيح اجتماعات قليلة وفي نطاق محدود وانا اعتقد ان الكورونا انا دائما اقول ان الكورونا هي منحه من الله تجعلنا نعيد ترتيب اولوياتنا وحياتنا. جعلتنا دائما مع بعض في البيت، قللت الاختلاطات الواسعه، الاسراف في الطعام. صحيح. قللت المصارف حتى والله، قبل كانت الاشياء تصرف يعني بطريقه مبذره. حتى في الاطعمه في الاستهلاكات، اليوم الكورونا اللي قلت التجمعات قلت هذه المصاري صحيح 100% مقتصره على البيوت وصارت ترابط اعلى، يعني سبحان الله والله انا يعني اعطي احيانا محاضرات في ماذا فعلت فينا الكورونا من الناحيه الايجابيه. سبحان الله الواحد الحد وهذه من الاشياء اللي انا اعترف انها انعكست علي انا في البيت بطريقه ايجابيه جدا. جعلتنا اكثر ترابطا. طيب استاذه سميه ممكن يعني. في بعض المشكلات النفسيه اللي ممكن تعيق الطالب اثناء مذاكرته فكيف يقدر يتغلب او كيف يقدر يواجه مثلا اذا كان في بعض العوامل او المشاكل النفسيه؟ نعم مثلا شنو؟ خوفه من السقوط مثلا، خوفه من عدم الاجتياز، القلق الزايد آه شنو بعد ممكن نقول مشكلات يواجهها الطالب؟ عدم قدرته على التركيز. التركيز يحتاج نوم. جميل. يهتم الطالب والوالدين بان ابنهم ينام الساعات الكافيه من النوم لان عدم النوم لفترات طويله والاعتماد على المنبهات يجعله في وقت من الاوقات لا يستطيع ان يؤدي طبعا ويفقد التركيز نعم، أكيد نعم لازم الوالدين ينتبهون حق هالنقطة لأن الأبناء أحيانا يعني يقول لك لا أنا بقعد ست سبع ساعات أدرس ونقعد للسحور وخلاص نعم، ما بدنا نعم يسهر مثلا وبعدين تدرون يتخلل التلفزيون وسائل التواصل الاجتماعي شوي انستغرام وشوي صح. على الفيسبوك شوي بنلعب بلاي ستيشن قول له يا ابني عطني ساعة دراسة كاملة دون مشتتات أنجز التسويف من الأشياء اللي تؤدي للقلق ادرس يما بعد شوي ما ادرس لا لا بس يخلص المسلسل ما ادرس بس اخلص جيم البلاي ستيشن لا تسوف وهالامور ممكن يعني لاحق عليها يعني ممكن يتابعها بالضبط. وممكن يمارسها وممكن يشوفها بعد شهر رمضان عشان وبعد عشان انا استقر نايف نفسيا لما انجز اسعد الانجاز صح. دائما يؤدي للسعاده صحيح. لما يحس الطالب ان انا والله اليوم انجزت هالجزء من دراستي وانجزت هالجزء من مذاكرتي ولخصت ادعو الامهات والاباء الى ان يدعموا التلخيص عند الابناء، لما تلخص تعرف ماذا درست، وحتى لما تيجي تراجع تاخذ ملخصك ايوه ابرز العناوين أبرز الافكار اكيد هذه اكيد والله يا اختي زهره بالمية. وايد تفيد صح الملخصات صحيح. الاطلاع على الامتحانات السابقه، يعني انا مثلا في امتحانات كل شيء متوفر على النت، الامتحانات السابقه، صحيح. الملخصات، هذه كلها تؤدي للاطمئنان وتقليل القلق وفي النهايه بتعدي هالمرحله أكيد. لازم الام والابو ياكدون عن ابنهم ان هذه مرحله بتعدي شلون بتعديها تعديها باذن الله بنجاح نريه المستقبل نتكلم عن المستقبل انه هو نجح التفاؤل بالخير بالضبط نعم. وهو واحد من مقومات الذكاء العاطفي اليوم لما يتصالح قلبي وعقلي اللي صالحي اتفائل بالخير احفز اجعل محفز عنده داخلي، انت ما تدرس عشاني، انت اليوم تدرس عشانك، عشان انت بتنجح وبتعدي هالمرحله وبتروح، هذه كلها تبني الثقه التي تدعم عمليه الدراسه الانجاز. طيب استاذه سميه في عجاله نصيحه تحبين توجهينها للطلاب. اليوم انا اول نصيحه ابتدي فيها وبديت فيها وانتهي فيها تجديد النوايا ان عملكم في رمضان هو عباده. علمكم ودراستكم ومثابتكم هي عبادة جميل. وأدعوهم للبعد عن المشتتات لا تشتت نفسك وقت الدراسة ولو كان نص ساعة اجعلها للدراسة جميل. واجعل بعدها ساعتين حق لعبك جميل. ولو جميل. قلل قلقك ادعو الأم الامهات والاباء الى تقليل القلق في البيت توفير الاماكن المناسبه وادعو نعم. بالتوفيق باذن الله للجميع ان شاء الله شكرا كثير لك استاذه سهى ونورتينا بالاستوديو طبعا معنا استاذه سميه عزرين ولا طبعا طبقنا صار جاهز سكبناه وحطينا عليه فينا نزينه بقدونس او كزبره وان شاء الله هو بتضيف بالعاده مع خبز او رز نعم صحيح فان شاء الله ضيافتك عنا اليوم تسلمين اللي احنا شكرا كثير للجميع شكرا. وشكرا للمتابعه ومع السلامه مع السلامه